مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد أجمل وأرق الأسماء التي يمكن أن يسمى به المولود، وذلك لسهولة لفظه ورقته ولمعانيه الرفيعة والقيمة. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم هانم. هانم اسم علم مؤنث من أصل تركي، وهو اسم لقب يطلق على السيدة المتزوجة أو صاحبة المركز المرموق، ومعناه اللفظي هي المرأة والسيدة المحترمة وصاحبة السيادة وزوجة الحاكم، أو هو من الفعل هانم أي نجا بكلام خفي، والهانم هي صاحبة الصوت الخفي والمتكلمة بصوت خافت ومنخفض. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة مرهفة في أحاسيسها وهينة ولينة في طباعها، متواضعة مع الناس مهما وصلت لمناصب عليا، تتحلى بالحكمة ولا تندفع في تكوين العلاقات الاجتماعية، لا ترتاح ولا تشعر بالاستقرار حتى تحقق ما تريد، لديها القدرة على جمع المال والحصول عليه من مصادر مختلفة، لديها من العناد ما يكفي لأن تتشبث بمواقفها التي تفضلها. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم هانم؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.